السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راني درت لكم هذه الوصفه تاع القلب اللوز الناجحه 100% كما راكم تشوفوا، ومشرب الله الله ويشد روحه كي تربطي الحبه ما تقسم لكش، وتجيكم سهله مهنا ان شاء الله على رمضان، وان شاء الله يدخلوا علينا بصحه ولهنا وكل عام وحنا بخير ان شاء الله. جربوا هذه الوصفه الناجحه وتوجد لكم في هذاك النهار بالذات، يعني ما راحيش تستناو 24 ساعة باش تاكلوها، يعني إلا كنتو حبوا ديروه الدقيقة التالية، يعني عندكم ضياف الغفلة ولا تقدروا توجدوه في زوج سوايع يكون واجد وتكونسوميوه تاكلوه ويجيكم بنين الله الله. ما تنساوناش لي جيم البنات، وشكرا لكم على تشجيعاتكم. بسم الله، هنا الوصفة القلب اللوز عندي كما كنت تشوفوا ثلاث عبارات تشيجة، ها سميد خشين نديرو ثلاثة، هلا هاو ثالث، هلا درك فيها الثلاثة. أنا عندي نص عبار تاع ليدام، أنا ندير السمن ما نديرش الزيت، وانتي إلا حبيتي ديري الزيت ديري الزيت ما يهمش. نذوب السمن تاعي اونتختو راه يذوب لي، دوك نعبر لكم ب اونتختو. عندي هنايا نوا داكاجو، لوز، نوازيت، وانتي واش حبيتي، تحبي ديري كاوكاو، تحبي ديري لوز وحده، نوازيت وحده، انتي واش تحبي. هو وصفة اللوز دوغيجين يديروها غير باللوز، انا هنا درتها بهذا الخليط نتاع المكسرات تاع نوازيت نوا داكاجو واللوز، درت لي بالعاني لي بالقشور لي بلاقشور باش ما نديرش القرفه باش العقده تجي تبان تولي شويه قهويه، خليتهم لي نوازيت هكذاك، وحبيبات تاع اللوز كيف كيف، كاين لي مقشرين كاين لي ماشي مقشرين، اكسبري درت هكذا باش كيما قلت لكم ما نضيفش انا القرفه في قلب اللوز باش ما يعطينيش الكو تاع مقروط ولا حاجه تجيني خاتشوما 90%. كاين لي يدير لكم شويه لا بودغ دو شوكولا باش تبان لكم العقده، انا لا، هادو حمصتهم في الفوق وراني راح نرحيهم فوالا. وعندي كيما قلت لكم نص عبر نتاع ليدام، دونك هنا عندي ذوبت هذا في الميكرووند، عندي هكذا نص عبر نتاع سمن، هذا سمن، ندير سمن تاعي هكذا خلطو غير في المغرفة، مكان لا تحكي ولا هنا خلطي كيما كنت تشوفو، مازال ما درتش السكر كريستاليزي، أنا ما نخلطوش ديريكت خاطش هذا قلب اللوز إكسبريس بفيه ديريه، دونك أونتخ طون ها رانا طمناه. خلوه يشرب وحدو هكذايا، نديرو له قريصه تاع الملح با طخو شي بزاف، هلا هلا، ودوك هذا نخلوه بس هذا باش نحي السكر باش ماشي نحكو مع السميد. هنا راح نعبر طاسون السكر بالوقت نهمر هذا الريس وزيد نص، طاس ونص، فوالا، درك هذا نزيد له طويس منه نص ماء زهر ونص ماء، يعني درك هنا درت نص الماء ونزيد الماء زهر، فوالا، درك هذا راح نديرو مع السكر ونرحيه، فهمتوني باش أوليو نحكو، درك هنايا راح نرحيه بالبلندور ونعاود نولي ليكم. درك هنايا هنا بعد ما رحيتو في البلندور شوفو زد نفيتو شويه باش يذوب مليح، شوف باش الحبيبات هذوك يروحو، باسكو مهما رحيتو جاني كان ابيض ابيض، معناتها مازال شويه حبيبات السكر ماشي كيما يقولو، شوفي دركا تشوفي بصح راهو بارده صيغو هذا، زد سخنتو ما بقاش كاع الحبيبات هذوك تاع السكر، باسكو علاش دوك في الغيره تجي متفرغيش بالعقل، علاش راهو دافيه غير شويه، انا خلط غير بالمغرفه ما نستعملش كاع يدي، دوك هنا راح تشوفيه شويه جاري ما تحيريش باسكو هذا الشيشه راح يشرب، باش الحبه تاعك كي تشربيها بالسيرو كيما نقولو ما يجيكش يابس، يجيك فوندون ماشي يابس، يجيك فوندون في الفرن. تشوفي دوك انا درت له هكاك، تشوفي ما حكيتوش كاع، تبع الطريقه راح تنشفيه فيها 100%. دوك انا هنا واش درت،
ما بيت انا رحيت السكر وزدت سخنته وزاد برد، حسبي واحد نص ساعه باش ذاب السكر كاع. كي ذاب السكر في الكاسرونه راني فرغته، يتسمى اونتختو هذاك السمن كان يشرب ديجا نص ساعه وحدو السميد بالسمن. دركا راح نزيد له ابوبخي حتى نشوفو شرب لي كاع هذا السوائل لي ليكيد هادو فوالا نتاع السكر والماء زهر والماء. نعاود نولي لي هنا راح تشوفيه جاري ومن بعد تشوفيه نورمال، باسكو السميد خشين لازمك ديري له العبر تاعو تاع الماء، ديري ثلاث عبارات سميد عبر ما عليه به هذيك لا غرين تولي رطبه كي تاكليه ما يجيكش حرش. فوالا دوك هذا نتركو نخليه اونطخ طون. هاو كيفاش رحيت هذوك لي نوازيت واللوز وداك عجو مكسرات، هادو ما نديرو لهم والو، هادو ما ديري لهم لا القرفه لا المازال لا والو، تبعي الوصفه حتى الاخر راح تشوفيني كيفاش راح نديرها ساهله مهله وتخرج لك النتيجه ولا اروع، وماشي تاع اللي تبيتيها الغدوه من داك غير غدوه. تشوفي كلش في قدامك، نص ساعه نخليها يشرب لي دام ونص ساعه يشرب هذا الماء زهر والماء والسكر. دوك هذا نحطه بجيه وعلى نص ساعه راح نولي لك. دوك هنا عندي ثلث عبارات ما درنا، ثلث عبارات سميد نديرو ثلث عبارات ما، واحد نديرو هذا زوج ثلاثة، تسمى ثلث عبارات سميد ثلث عبارات ما. دوك هنا راح نزيدو السكر نديرو عبر ونص سكر، تسمى درنا عبر ونص، درنا عبر ونص في السميد ونديرو عبر ونص في الشاربه. فوالا يجيكم ولا اروع، عبر ونص فوالا. هذا درك نتركوه يغلي 10 دقائق في مويان ونطفو الفرن ونخلوه يبرد. دوك هنا بعد ما خليتو شرب شويه، شوفو كان محرحر دوك، لا لازم نديروه هكا ونشوفو لي يشد روحو. هاي هاك هيا صعبة واش تروح كيفاش تعرف واش ندير. انا نديرو في السنيوات تاعي لي مدهونة، هنا راح ندير نص خاطش عندي العقدة هكذا. دوك هنا راح ندير اون بودغ اللوز تاعي هذاك نوازات وكاع، وشنو ما ندرنوش للطرف باش ما ينحرقش هكذا. يعني وصفة سهلة جدا، ندير هكذا من الفوق السميد تاعي اللي يبقى هاكا تشوف ديجا بدا يشرب ويشد روحو. شوف هاو شد روحو ديجا قد ما تخليه هو يشرب مليح، يجي عالي 1 سنتيمتر باسكو متنساوش كي تزيدو تسقوه يزيد يطلع هكذا بالكوبات. فوالا ها شوفو لازم تليسيلو الوجه تاعو مليح باش الحبة تجيك شابة. أنا نحب السنيوة كاغي، وشنو لي السنيوة تاعي كاغي عاديين، هنا ما نصيبوش كيما تاع البلاد السنيوات هذوك تاع كيفاش يقولولهم تاع الالومنيوم، ما عندناش هذوك. انا نحب هذوك البيوت كيما اللي يبيعوا بهم الحوانت. دوك حنا نقسمو في الوسط هكا، ديرو بك دي تخي ما كنا تهبطي حتى لتحت فوالا، ونزيدو هكذا. يعني طريقه ما كاش اسهل منها، لي ديبيتون سي تري فاسيل هكذا. وتزيدي من بعد تدوري في الوسط شوفي هاك، ها تحبي ديري كاغي تحبي ديري طويل كيما هنا. شوف انا هنا بالعاني قسمت هكذا، هذه حبيت نخليها مع هكذا كبار تاع الكوانت وحده دوز دوز بياس. وتخطو هنايا انا نحب ندير اللوز ابيض اللوز بيون باق، ما نحبش نديرهم ماغون من الفوق يزيدوا يبانوا محروقين ولا ربع ساعه. وتخطو الفور راهو يسخن 200 دوغري 200 درجه درجة 30 دقيقة، وشوفو حتى يتحمو الطرف نطفو ونشعلو له من الفوق. دوكا هنا بعد ما خرجتو من الفوق هاهو يجي محمر دوكا ويشرب هاهو يشرب فيهم البصيرة معناتها أولاد. نسيت ما قلتلكمش ديرو نص ماشي نص طونش تاع سيترون باش ما يتسكرلكمش، خليه حتى يشرب وتزيد فوالا. دوك هنا ويبانلكم شويه ابيض، هو موش ابيض في الكاميرا بينتولكم هكذاك محمر، كي يزيد يشرب هذاك العسيله
يزيد يولي كما يقولوا عامق شويه. دونك هذا نخليه نتركه واحد ربع سوايع ونولي ليه. هاي وجدت الوصفه، راهي غير ريحه المزهر، الله الله، جد ولا اروع. تقسميها ما تنقسملكش الحبه كما راكي تشوفي، ويجيك الطريب لداخله معسل حتى للقلب. وجربي الوصفه ان شاء الله وراح تنجحي فيها 100%. ما تعبك، ما تكسر لك راسك، ما والو، يكشتوني ما حكيت حتى حاجه بيدي. وبفي توجد لك نقولوا تخليها زوج سوايع ربع سوايع تكون واجده. هذا القلب اللوز ماهوش هذاك اللي يبات 24 ساعه حتى اليومين. في نهارك توجديه، يعني توجديه الصباح، في الليل تاكليه، ولا العب على العشيه القهوه تاكليه. ويعطيكم الصحه على التعليق. وإلى عجبتكم الوصفة ما تنسوش تابوني وديروا جيم، وراكم تنساو لي اللايكات من فضلكم، لايكي ونا، وربي يفرحكم ويعطيكم الصحة على المشاهدة، ويعطيكم الصحة على التعليق تاعكم الجميلة. وإلى وصفة أخرى إن شاء الله. باي باي.